مرحبا، كيفكم؟ اليوم جايكم فيديو جديد، هو عبارة عن فيديو جولة في الباربي. جولة في بيت الباربي. طبعا كل الأغراض هذه وأثاث الباربي اللي أنا عملته موجود كله، طريقة عمله بالقناة تبعت الأعمال اليدوية تبعت إيش؟ هابي كيدز. وهلأ رهف هترتب لنا كل الألعاب هذه في البيت، صح؟ وطبعا قبل ما إحنا نبدأ الفيديو، طبعا اللي مو مشتركين بالقناة بنتمنى إنهم يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم أي جديد إحنا بنقدمه. طبعا لا تنسوا تشيروا فيديوهاتنا مع أصحابكم عشان تكبر عائلتنا. يلا يا رهف رتبي البيت. طبعا حتى بيت الباربي احنا عملناه في ايش؟ في قناتها بكيف. يلا هلا انا ورهف هنرتب الايش؟ هذه الغسالة، طب المطبخ، هي رهف عندها مطبخ صح؟ حطيه جنبه كده. ايوه. وهذه ايش؟ دي ما بتعرف رهف، نقرب الكاميرا. هذه كوميدينا تبعت التلفزيون، نحطها هنا. يلا تلفزيون فوق. هي عندي طبعا هذا البيت معمول له سنة ونص تقريبا، صح؟ صح يا رهف؟ لا هذه عند الصالون، انا هعطي له لرهف اليوم، صح يا رهوفة؟ هذه اول حاجة، هنا نحط الصالون، نحطه هنا كده زي ما بدك رتبي. هنحط هذا الكرسي هناك، استني كده بالجنب، حطيه بالجنب هناك على الزاوية. طاولة بالنص. ايوه فين نحط السرير؟ طبعا غرفة النوم تبعت الباربي صغيرة طلعت على العفش. لا اول حاجة هنحط التسريحة عشان هيك طلعت صغيرة. يلا حطي التسريحة تبعت الباربي، تسريحة حلوة. طبعا التسريحة انا عملت الادراج باني انا عملت الادراج، بس انتم ممكن انكم تبدلوا الادراج بعلب الكبريت عشان تكون اسهل لكم، صح يا رهف؟ يلا نحط الدولاب. شوفي هنا الصحون اللي عملناها، هي انا حطها هنا، بس هنحطها في المطبخ. هي رهف عندها دراجة للباب. يلا نحط، يلا حط الدولاب على جنب. لا بالجنب الدولاب، ايوه. حطي جوا التسريحة، بعدين السرير. بدي اعمل لك سرير اصغر من هذا. طبعا لسه انا هعمل غرفة لمين؟ بنت الباربي تشاليز ولا مش عارف شو اسمها، صح؟ لا بالجنب الدراجة عادي، حطيها جنب البيت، بنعمل لها حديقة البيت. يلا خدي الصحون، شيلي الصحون حطيها في المطبخ. رتبي صحون الباربي. وهي الحمام احنا عملناه، حمام دش ومغسلة. وهي هنا رهف رتبت كل الصحون فوق الغسالة، احنا لسه ما عملنا دولاب لبيت الباربي، ان شاء الله بنعمله صح؟ طبعا فوق السطح عملنا ايش؟ الطاولة والكرسي تبعت السطوح، صح؟ وبس هي هادي ايش؟ بيت الباربي اللي طلع معانا. كيف يا رهف؟ عجبك؟ كيف يا رهف عجبك؟ بدك تاخديه؟ بدي اعطيها لي اليوم، خلص قاعد عندي كثير الصراحة، عشان بقول كل يوم هزود فيه اشياء، مو مشكلة، بعمل الحاجة وبرجع لها اياها، بس أنا كده عملت جولة ببيت الباربي خلص، يعني ما هو ما هيكون عندي بعد كده، صح؟ صح؟ أعطيه لرهف، بس أنا هعمل فيديوهات تانية من غير ما أحطه في البيت، صح؟
وبس. كيف يا رهف؟ كيف فيديو اليوم عجبك؟ عجبتك الهدية تبعت خالته؟ إن شاء الله هجيب لك كمان بتباربي هدية، بتباربي شراء، نشتري بتباربي كبير. طيب؟ بنعمل فيه فيديو كمان غير بيت الباربي اللي احنا عملناه، صح؟ وبس هو هذا كان فيديو اليوم، بنتمنى انه يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم لايك واشتركوا بالقناة وادعسوا زر الجرس اللي جنب زر الاشتراك على طول عشان يوصلكم اي جديد احنا بنقدمه. وبس ومع السلامة، وبنشوفكم مع السلامة. سلامة. فين الباربي يا رهف عشان نلعب فيها؟ رهف ما جابتها من بيتها، مش مشكلة صح؟ مو مشكلة، بنلعب فيها بعدين. يلا باي.